أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل نصح الوالدين إذا وقع أحدهما في خطأ من العقوق؟ أجيبونا بذلك بارك الله فيكم. نعم، أمر الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والوالدان وغيرهما في ذلك سواء، يجب أن ينكر على الوالدين إذا فعل شيئا من المعاصي وأن ينصح، وهذا من أفضل البر. هذا ليس من العقوق كما يتوهم السائل، بل هو من البر، لأنك تريد نجاتهما وخلاصهما من النار. وأنت تسمع ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم الخليل، أنه بدأ بمناصحة أبيه، قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يتبعني أهدك صراطا هويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا. هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدأ بمناصحة أبيه ودعوته إلى الله عز وجل، السعي في خلاصه من النار، فدل على أن مناصحة الآباء والوالدين من آكد الواجبات، وأنه يبدأ بهما قبل غيرهما، وهذا من البر ومن أعظم البر لهما. لكن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام اللين والطريقة الطيبة مع الوالدين، تلطف معهما غاية تلطف، لعل الله عز وجل أن يهديهما.